هنبدأ يهبد. لا جراب اتاك. عندي سلبيتين راح تخليني ما اجرب سولز مره ثانيه صراحه. اول سالفه تفريم، ممكن ممتع للغير لكن اشوف كاني موظف اجي افرم وحالتي حاله. ثاني المهام جانبيه لازم اخش يوتيوب عشان اعرف، حرام عليهم مفروض في توجيه او شيء يوضح. شوف لعبه السولز مو فارضين عليك تفرم ومو فارضين عليك تسوي مهام جانبيه صراحه يا فيفا. يعني انا وهذا اكبر دليل رن حقي، انا ليفلي كم دحين؟ ليفلي واحد. طيب التفريم الوحيد اللي عملته مو تفريم، رحت لوت، رحت من الارض شلت اغراض ومشيت. لو مرة أروح أجيب أقتل بوس أجيب الجرس واشتري حاجات بفلوسي، فلوس مو كتير حتى. سول حقي واحد ما لفلت ولا ليفل والوحوش ماتت. تبى تلعب كده يمديك، صح تعرق بس يمديك. تبى تلعبها إيزي مود في إيزي مود، تبى تلعبها عادي تستكشف براحتك وتستمتع برضو موجود. وبعدين اللي هو تاني حاجة، هذا رأي شخصي طبعا، عادي كل واحد ورأيه يعني عادي، أنا أحترم رأيك تماما. بالنسبة للقصة الجانبية، هم بالعاني بوقت يدور على القصة الجانبية، شخصياتهم دائما مبهمة، هذا هو اللي عطيها متعة. كده تفتكر الشخصية، تلاقينا يعني أغلبنا هنا قاعدين مثلا عارفين كل الشخصيات حق دارك سولز 1 مثلا، فاهمني؟ أو دارك سولز 2 يعني مثلا. باتشز ماشي معانا من الجزء الأول، كل الناس عارفين باتشز. مثلا عندك سولير، لو أقول سولير دحين كل الناس عارفين سولير، فاهمني؟ عشان ليش إحنا دورنا كوست حقه إحنا لقيناه استكشفنا، حاولنا نبحث في البداية بدون قايدات أو حتى بقايدات، بس برضو يعني الفكرة تخليك يعني تكون رابط عميقة بينك وبين الشخصية، فاهمين؟ والله أعلم يعني، أحس نفسي بفتي بس هذا رأيي الشخصي. دارك سولز 1 أول مرة، هي أول لعبة لعبتها. طيب والله شوف، خش هذا خنزير انزل لي، ضربت معاه 4 ساعات بعدين كويت بلاي ستيشن بكبره، حطيته في الدولاب 4 شهور، كوت أم الكونسول كوتته يا ود، كانت على بلاي ستيشن 3 عندي. بعدين رجعت بعد 4 شهور الوضع كان في تقشف، ما في فلوس ما في نت ما في ألعاب، يلا طلع ألعب. عادين شوية شوية ها قدرنا. هذاك المسدوح اللي مسوي فيها متعور بعد الكورة قتلته. دخلت البيس لقيت واحد قاعد مكتئب، ما فكرت اني اقدر اسولف معاه، اول شيء سويته اني ضربته وهبدني ساعتين، في الاخير قتلته. بعدين طلعت فوق قتلت التاورس بعد كم 500 ساعه ما افتكر كم مره، طولت في كل شيء انا في دارك سولز 1. طيب بعد ما عديت لقيت سولير. طيب سولير شفته، ايش تتوقع سويت؟ واقف كذا مسوي، قلت هذا وحش قتلته، اداني الارمر وانبسطت. اوف لما اقتل ناس ينزلوا لي جير ودروع مره كتير لوت، قتلت ابوه. مشينا كملنا، الدراغون قتلني، متنا كتير عند الدراغون، كوت وبعدين كملت. وصلنا للخنزير اللي ورا الدراغون، مت عنده مره كتير وكملت. وصلنا للكنيسه، طلعنا فوق لقينا البلجر جولز، ضربنا معاهم هزمناهم دقينا الجرس. نزلنا من الدرج لقينا واحد مسوي لي كذا، قلت ها لابس اسود شرير شكله، قتلته. ولا ادري انه في قصه، ولا ادري انه في فيندرز يبيع شيء. تخيل الرن ماشي كده. اي شيء واقف يموت. الام بي سي صاروا بالنسبه لي هذا لو قتلته ينزل جير وينزل درع ويعطيني فلوس كمان، هولي مولي تخفيضات يا ود. والله رفع وجهي كانوا اقوياء. هذه اول رن لي يا فيفا. بعدين انا كده شويه شويه جلست ادور ورا القصه وكده، فاهمني؟ مهم من استمتعت وانا هبدهم. ولا ادري انه في قصه. فبس وش بيصير محتواك؟ كل الالعاب الثانيه اللي ما هي إلدر رينج. حنقعد فتره بس حخلصها الاساسيه دحين، حنقعد فتره نغير شويه بس نعمل نغير الطعم فمنا، فاهمين؟ زي لما تشرب قهوه كتير لازم تدوق شيء ثاني ولا خلاص مره مراره ألف، فاهمين؟ اذا رجع الالعاب اللي قبل بتوقع مستوى زي إلدر رينج او عالم مفتوح وما تعجب. بالعكس انت عارف اللعبه قديمه، يعني انا مثلا اقول لك مثلا لو في العاب تحافظ على قيمتها، يعني دحين سكايرم خلاص ما اروح بعيد. سكايرم نزلت سنه كم؟ للان يلعبوها. طيب تتوقع لو إلدر سكرولز نزلوا لعبه جديده زي سكايرم بالانريل انجن 5 وكده، ما تتوقع في ناس ممكن بعد ما يلعبوا اللعبه الجديده يرجعوا يجربوا سكايرم؟ كم بياخذ ودي العب معك فالو لو يمدي؟ ترى احول شو هذه النظاره لابسها فور ريزن، انا لو اشيلها تلاقي عيني مسويه كذا. يعني لما اقول لكم مين اصعب بوس كده حتى الناس اللي ما لعبوا دارك سولز 3،
مين سمعته انه اصعب بوس في دارك سولز 3؟ اغلبكم حيقول نفس الجواب، في ناس حيقولوا جواب مختلف بس الاغلبيه عارفين يعني اتوقع. نيمليس كينج. لا نيمليس كينج اسانو، ايوه زي ما قالوا. اي احد حتساله لعب سولز حيقول لك نيمليس كينج زمان اول ما نزلت، طيب قبل الدي ال سي حتى، احنا اغلبنا تعقدنا من نيمليس كينج. فكثير كتبوا لي انه هزموه في ربع ساعه، مستغربين يقولوا ليش الناس كلهم يقولوا صعب، خويه يقول قاعد عنده ايام، خويه يقول قاعد عنده اسابيع، عشان البلد اللي معاكم بس بديتوا بيه بلد كويس هو ذا. في ناس كثير يقولوا مدير بعد ما نزلت الدي ال سي، بس شخصيا في دارك سولز 3 اتوقع مدير، اتوقع مدير انا عن نفسي يعني اكثر واحد طولت معاه في دارك سولز 3. ندي واحده تراي لجاتفري عيل، خلوني اخش. يلا وصلنا سول ليفل 1 جاتفري. Let us be serious for a moment and kill this guy. يا عيال صوته. It's been a long while. يا حبيبي نيتشن برو. اسمع اسمع اسمع. Dresseth cloth at handeth. Maybe thou art today. Kill him. I will kill him and together we will devour gods. صح كذا؟ حبة حبة يا جاتفري. مشكلة بيحشرني. ها ضربت، كان بداية كويسة بس سترت مدري ليش. ضرباته معروفة. رحلة كاسا ذا نيكد ستنتهي maybe tomorrow or after two days I don't know. مطولين لسه. في عنده هجمة مرة حلوة لو يستخدمها اللي هي يجيبني من بعيد، ايوه هذه. بعدين نسوي كذا. انضربت. دائما اسوي الرول الغلط ذا معاه. نفس ضربات شبح وفايزي. ايزي ايزي. حلو باي ذا واي اللي ما يعرفه. بعد عنه شوية. أتاكل حلو؟ أبدا مو أتاكل حلو. ضربناه صح؟ هذا أتاكل حلو. هذا أتاكل حلو عشان أقدر أضرب واحدة رون واحدة جمب. بعد عنه انا ما اقدر اشوفه فافضل اني ما اقرب.
استنى يا اخي. مرة ما يبى استنى. طيب شباب هذا تراي مو بس حلو، هذا تراي مرة حلو. ليش ما تعور؟ ابى احفظ ضربات هنا. راح الشيلد. فين الضربة الحلوة؟ اهي. شباب دقيقة. فستو فستو، هذا انتصار ترى، اني اليوم وصلت فستو. هذا مرة انتصار بالنسبة لي. خلاص كمل والله تقدر. عادي عزيز عادي، درك تقعد فيه 10 سنين يقعد شايف يجيكم اه يا عيالي كيف حالكم يا اولاد طيبين، جيناكم اليوم ببث فعلي ليزي بوتيتو. لسه لسه ما مات، ما مات يا زوزو. دحين دحين بدا القتال الحقيقي. الحين الاسد يفطر عليه والله ما ادري. انت تقول له جيجي كاني قتلته. اعتبر قتلت الفيس الاول، دحين الفيس الثاني اسهل. المانا ما هي فل، حيبدا بالاتاك اللي مسكني بيه. يبدا الهب دي والله يا حسن. الصرخه دي مره حلوه، صوت الطياره هذا اللي يعدي من صوته. اي يا شيخ، من اي انمي طالع انت باكي؟ طيب نشوف الاسهل هذا اللي انتم بتقولوا اسهل. اوكي ما تضرب، نايس. هنا يدخل يده مرتين. لا جنب واحدة. هذا كيف اضربه انا؟ خلاص مسكني ورماني بس مت. ضعيف هشاشة عظام يا ود. قتلت ايجار مرة بوسل. لا تسوي ديلي. ابوك كان هذا تراي. طيب لقيت اوبننج مره حلو اني اضربه فيه. نيو انيميشن اوه نايس. لا ما استوعبت. صدقوا الجراب اتاك ذا كويس. الحين يبدأ يهبد. لا جراب اتاك. عيال عيال
قلبي. ليش ليش فوضى 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 جوجي مدري ايه كلنا على الصوت. والله جيجي يا مروة راحت خلاص. انتوا تشوفوني اركز ايش تسووا؟ يلا بوينتس 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 يلا خلص القناة خلص طلع كل الاصوات. انتم السبب في الموتة دي انا عارف العب يسك. خيانة خيانة اي والله. سانو انا اقدر بس هم الشباب ما يبغون يقتلوا ما يبغون يروح. تقبل العاب دارك سولز 2 سحب كلامك بسرعة حكي عينك لك. ايه انا ما حكيتها كويس عشان كثر خيره. Thank you Godfrey. يلا انا صايم لا تنسوا جيعان وعطشان زي ما قالت غاية يعني العطش هذا له دور ترى. خلاص موت يا اخي موت الله موت خلاص. ضربته ضربتين الحين شفته حس الاسد لو ضربناه بيتدمى جوا معاه كمان. اوكي ما ادري كيف ضربني لازم لي اشرب كذا واشرب كذا. يعمل ريكفري بسرعة تاني مرة يستخدمها فيبغالي ما تور كده كأني توي بادي معاه. نايس شحن له R2 هنا يب فكرة. بموت ما اعرف ليش شميت ريحه الموت قبل شويه. توحش مره عيل عيل هجمه جديده مو متعود استخدمه. احتاج اعبي المانا قبل ما ادخل فيستو. حشرب أبغى قراب. طمع شين عيال مو مشكلة شربت. ستن وجع شكلك موت.
عيال والله خوف. احتاج اشرب. يا الخوف موت. ايه اخيرا. يا عيال قلبي. اوه ماي جاد. ريقي حلقي مو ناشف. 95 تراي. اوه دخت يا هيل. شوفوا يدي. انت متخيل هذا كله رجفان فيكس؟ شكرا على الفولو. اوه جاني هبوط. اوه ماي جاد يا عيون ريتشان ويبروني. شهدوا يا جماعة اني قلت ان هذه المحاولة. مين قال لي ممكن تشرب؟ استنى في واحد قال لي ممكن تشرب. دقيقة مين كان بيحاول يكون قاتل تراي؟ مين دقيقة ارجع له. تي في. هاي تي في. جات مع الشربة الحمد لله. ايزي اللي بعده. اللي بعده يا ربي اللي بعده. لا تجيبوا سيرة اللي بعده. حتلكم منه. No magic, no poison, no shield, no rune, maidenless, a great sword, no honor, shame, قتلنا. سعبي الدقيقة. معلش مع الكبر في السن يا عيال ومع الحماس ما قدرنا نمسك سعبي لنا. قرندك وانت حين هيخلينا عض الأرض.